قوم موسى لما أمرهم الله بأن لا يصطادوا يوم السبت فصاروا يستعملون الحيلة، صارت فئة تجعل الشباك يوم الجمعة وتنزعها يوم الأحد وتقول أني لم أصطد في يوم السبت، يخادعون الله. وفئة أخرى تصنع مثل الخناديق، هكذا ثم تصنع بحيرة صغيرة، ثم لما يأتي يوم السبت وتدخل الحيتان إلى هذه البحيرة عن طريق الخناديق يقفلون عليها ولا يخرجونها يوم السبت، يتركونها في الماء، ويوم الأحد يخرجونها. فجاءت فئة تنهاهم على المنكر، يعني تقول لهم أن لا تخادعوا الله لأنكم تمكرون مع الله. فجاءت فئة أخرى تقول لهم، تقول لهذه الفئة التي تنهى على المنكر، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، سيخلوهم، اتركهم يصطادوا السبت، لا شأن لكم بهم، هؤلاء سوف يهلكهم الله. يعني توجد فئة تصطاد يوم السبت، وفئة لا تصطاد يوم السبت وتنهى الفئة التي تصطاد يوم السبت عن هذا المنكر، وفئة ثالثة لا تصطاد يوم السبت ولكنها تطلب من الذين ينهون عن المنكر أن يتوقفوا عن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف ويدعوا الآخرين في شأنهم. ثلاث فئات. ماذا قال الله تعالى؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء، الفئة التي تنهى عن السوء أنجاها الله، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. يعني سواء الذين كانوا يصطادون يوم السبت أو الذين كانوا لا يصطادون يوم السبت، لكنهم يأمرون الذين ينهون عن المنكر أن يتوقفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهلكوا. ولهذا قال الله في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، لام التوكيد والتأكيد، تأكد لك الإنسان راه في خسر، إلا شكون؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الحق. عفوا. الآن دائما نجد في مجتمعاتنا من يقول لك لا تدعو إلى الخير، لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، دعهم وشأنهم. هذا أكبر إثم، هذه أكبر مصيبة تفعلها. هل تعلم أن الله لم ينزل عذاب على قوم ينزله على الصالح قبل الفاسد؟ لأن الله لا يحب الإنسان الصالح، الله يحب الإنسان لما تكون صالحا ومصلحا. كما نجد الله يقول، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هنا كنتم لا تعني الماضي وإنما تعني لازلتم، يعني ما دمتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فأنتم خير أمة. أنا كنتم لا تعني يعني في الماضي ناقص، لما نقول مثلا الله كان، وكان الله سميعا عليما، يعني كان وهو كائن وسيكون. السلام عليكم ورحمة الله.